فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة صامت هذا اليوم قضاء من رمضان. نعم. لا، امرأة صامت هذا اليوم قضاء من رمضان لكن أصبحت على جنابة ولم تستيقظ لصلاة الفجر بل نامت حتى الظهر، ثم اغتسلت وصلت الفجر ثم اغتسلت وصلت الظهر ولم تصلي الفجر، فهل صيامها صحيح وماذا عليها بالنسبة للصلاة؟ صيامها صحيح ما دامت ناوية للصيام قبل الفجر ونامت، صيامها صحيح لأنه لا يشترط له الطهارة. لكن الصلاة إذا كانت نسيت الفجر ولم تذكرها إلا بعد ما صلت العصر فإنها بعد ما صلت الظهر فإنها تصلي الفجر بعد الظهر لا بأس، لأن الترتيب يسقط بالنسيان. أما إذا كانت لا متعمدة فيجب عليها أن تعيد، يجب عليها أن تعيد صلاة العصر، صلاة الظهر لتكون بعد الفجر. نعم.